مرحبا بكم أيها الأصدقاء، هيا بنا لنشاهد أقوى اللحظات التي وقفت فيها القطط الكبيرة وجها لوجه مع حيوان فتاك استطاع النجاة في البرية منذ عصور طويلة. إنه التمساح. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة. هيا بنا. في أفريقيا عندما تقترب من الماء عليك توخي الحذر. تنتظر التماسيح حتى تقترب فرائسها منها مسافة 6 أقدام أو مترين. عندما تصبح قريبة جدا منها تحاول التماسيح الإمساك بها بسرعة 12 مترا في الثانية وتطبق فكها القوي عليها وتسحبها تحت المياه لتختنق. ستندهش عندما تعرف أن قوة الضغط تصل إلى 200 كيلوغرام. يمسك بالفريسة ويلتف حول نفسه مرات عديدة لتقطيع الضحية لأشلاء. انظر إلى هذا.